شدوني اغتصبوني بغيت ندخل عند موي داكشي علاش ادمان زوان اجيقولي علاش نقول كينسيني كينسيني علاش الاستوار ديالي هي هادي انا كنت عايش في موريال وطراو ليا شي حوايج خايبين بزاف في موريال شتوني اغتصبوني مشيت عند اختي لهنا للمغرب وهي ما حملاتنيش في الاخر هي لاحتني هكا الزنقة وشي اللي كاين وكنتمنى نحيد من الزنقة والزنقة خايبة بزاف اغتصبوني تما جوج السكارية كيما فما كنقولوا ايوا هادشي اللي كاين فين تنباتا هي قدامك هادي هنا وبين قوسين اللي تيبكي من الداخل ديالو ماشي بعد تيبكي ودموه تيبان انا كنت عايش في مورغون في الفيلودروم كنت عايش مع اختي ولكن تما كاين الناس بخير عليهم ولكن تلات بيا بحال هكا هادشي اللي كاين في الاخر انا كنبات في الزنقة والزنقة خايبة خايبة بزاف لحق شدوني اغتصبوني بغيت ندخل عند موي داكشي علاش بون كاستيون كاستيون مع الادمان الادمان زوان اجي قولي علاش نقول كينسيني كينسيني علاش لحقاش ديك الوقيته اللي كنت بوحدي مايتي واحد ما يا ربي سبحانه ولي زيكوغاز مالي معايا مالي داوي خاور عاد داوي خاوي تا واحد من قد يدير راسو بلاصتي هنا والله وكنتمنى نسمع شي ناس يدويو معايا يهضروا معايا تي بو توجو غافي والله موريال تما كاينة اغتصبوني والحالة كانت ماشي تلهي هادشي اللي كاين هما كاينين اللي يتشفى فيك ما كاينش اللي تسمع منه كلمة زوينة والله ما كاين بالله دارت بيا الدنيا ديال بصح ما نويش شي طرا ليا تمنيتي تسمع كلمة زوينة والو ما تسمعهاش تمشيتي كندا باش تقرا القصة ديالي ملي مشيت عند خويا تما كاينة قال لك هداك هادي ربيك هادي يديرلك هادي يديرلك واخا وش عباد الله اللي كيحط ليا بلاطو في ماكلة زوينة حدا الباب ديال الطوالت وكل جيت تاكل السلح مار تخيل معايا هاد انت مدمن المخدرات وليت هنا ما تما راه كنت غادي نقرا سيتو الطيحة هادي طحت هاكا على جنبي والجنب والعظم هذا اللي في اليسار ما خصوش يضغط بحال هكا كنت ضغط وحيدوا العظم وداروا لي بروتيز هادشي اللي كاين ايوا الماكلة بعدا فين وصلنا عليها الماكلة والو والله كنتمناهم غير يحيدوني من هنا نحيد من هنا حيت الزنقة خايبة خايبة بزاف والله